ليتس فيرست ها ودي نبقى نلعب نشوف الولاد عارفين حاجة عن البنات والبنات عارفين حاجة عن الولاد ولا لا. ودي بقى ايه هي الفيشل كيت؟ فيشل كيت بتاعت البنات. عايز سؤال صعب. عشان ما ده انا كنت خايف منه اصلا يعني. لا انا ما اعرفش حاجة عن البنات يعني تقريبا ما اعرفش حاجة عن البنات. اختك فين؟ اختك واحد فين؟ ايه الفرق بين الاي لاينر والاي شادو؟ استني سهله. اوكي. خدها في التصوير دي. يعني شفت ميك اب ارتست مره عملتها. ماشي. الاي لاينر اوكي اللي هو اللي بيبقى بالسحبه. اوكي. اللي هو اللي ما بتعرفوش تعملوها مبدئيا. انا. هي بقى اسمها ايه؟ اي شادو. الاي شادو ده اللي هو اللي بيبقى فوق العين؟ شاطر. ندخل بقى على جنة. ايه هو خط النص؟ خط النص في الملعب. كوره. هقول لك كوره. لا عارفاه ده الخط اللي بيبقى في اول الماتش اثنين واحد فريده واحد فريده بيقفوا ويفضلوا يشوطوا مش عارفه كام مره مش فاكره حد فيهم بيخسر. خسرت طبعا. خسرت اكيد. خسرت مو اي حاجه اسمها خط النص يبقى حاجه في اهميته في الملعب. في استنى هفت في ناس معينه في كل فريق ما ينفعش يعدي الخط ده. لا دي هيلعبوا لوحدهم. انا في ناس تانية ما ينفعش. لا كوره بقى برضه. ايه هي ضربه الجزاء؟ زي مثلا الاهلي والزمالك في اخر ماتش لما الزمالك كسب في ضربات الجزاء بالكوره. شوفي غريب شويه. عمركم حطيتوا حد في الفريند زون؟ طب ليه يا جنة؟ فكرت الاجابه. يبقى حطيت. لا انا اتحطيت كتير. في بنات بتقولها بطريقه لذيذه بتحاول تفهمك وفي لا يعني هو احنا مثلا كنا اصحاب قوي وبعدين فجاه جه قال لي عايز مثلا اتقدم لك. ايه؟ لا عشان انا متعوده ان احنا صحاب وكده مش عايزه الموضوع ده يبوظ. هو هيبوظ على فكره. هما بيبوظ. حقيقه. مين اللي بيبوظ على انا كان ليا حد كانت انتمتي قوي وباظت. وجينا هو اسبوع واحد وشدنا في شعور بعض. لا بحس ان يعني يعني الفريندز لما بيتعدوا الحاجه دي ممكن تبوظ منهم وممكن اصلا تنهي الموضوع يخلص اصلا بان هم ما يعرفوش بعض تاني. طب بصوا احنا نلعب بقى دلوقتي. طلعوا موبايلاتكم هتكلموا على قد ما تقدروا ليكم دقيقه كتير جدا. هتحاولوا تكملوا as much as you can الناس وتقول لهم say hi to سلمى hi سلمى بس اوكي باي باي وتشرحوا لهم بعدين عشان الوقت اللي هيتكلم الناس اكتر وهيرد عليه اكتر هو اللي هياخد بوينت. المفروض افتح السبيكر. ايه ده احنا ابتدينا؟ افتحوا سبيكر. احنا ابتدينا؟ يس ابتدينا. ايه ده انت بتهزري؟ سبيكر عشان اسمع هاي سلمى بس هتشرح بقى القصه هتضيع الوقت. كمان ازيك؟ قولي هاي سلمى. بيحبنيش سلمى. بس هكلمك بعدين. باي باي. هكلمك بعدين. باي باي. اللي ما يردش اقفلي كلمي اللي بعده على طول. هكلمك تاني. ماشي ماشي. باي باي. جنة يلا. انا صراحة بشجع البنات كلهم نايمين. استنى. وفي ايه ده كله نايم فعلا؟ انت بتهزري. يا بس عامل كده يا ابني كله نايم. اسمع برضه. سالي 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 بس انا صحيتك من النوم بس صح؟ انا في التصوير. طيب ماشي قولي هاي سلمى. هاي سلمى. هشرح لك بعدين. باي باي. 1-1. لا الشبكة مش مجمعة. مش وقته. مش وقته. سيف 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 سيف. ممكن بليز تقول هاي سلمى وبعدين هشرح لك بعدين. قول هاي سلمى. قول هاي سلمى بس. قول هاي سلمى. بس هشرح لك بعدين. باي. قول تاني. قول هاي سلمى. قول هاي سلمى. انجز. باي. هكلمك بعدين. انت لسه هتضحك. ما قالش على فكرة. قال. قال؟ اه.
اكلمه تاني؟ لا خلاص بقى. كده 2 برافو عليكم. تمام.